معك في هذه النقطة اللافتة التي أشرت إليها أنت منذ قليل فيما يتعلق ببيان الشرطة، بيان الشرطة الإسرائيلية الذي وكأنه يأخذ خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بدوافع هذا الحادث، حينما يقول البيان أن الدوافع ما زالت قيد التحقيق. أي سيناريوهات أخرى يمكن أن تكون إسرائيل تبحث فيها؟ وهل تتراجع بسبب حجم الخسائر وأعداد المصابين وربما أعداد القتلى أيضا، تحاول أن تقول بأنه ليس خرقا كبيرا بهذا الحجم في إسرائيل مرة أخرى، ولكن ربما هو حادث سير؟ يعني إذا ما نظرنا الآن إلى العنوان في صحيفة يدعوت أحرنوت، العنوان الرئيسي تقول الصحيفة عشرات المصابين في حادث مداهمة شاحنة، يعني هي لم تقول في وقوع عملية ولكن في حادث مداهمة شاحنة، بينما مواقع أخرى لا زالت متمسكة بأن الحديث ينم عن عملية على خلفية قومية، حالة من التضارب ومن عدم الوضوح، رغم أن يعني كل المعطيات والمصادر الشرطية التي تحدثنا معها لا زالت تؤكد ومتمسكة بفرضية العملية على خلفية قومية. أعتقد أن يعني خلال الوقت القريب جدا ستتضح هذه الصورة، وإن كان بيان الشرطة الذي يقول أن خلفية العملية لا زالت قيد البحث هي من خلال الرغبة بعدم يعني فتح الباب أمام المتطرفين وأمام جوقة المحرضين على المواطنين العرب في إسرائيل. نعرف أن بالنسبة للكثيرين حينما تقول الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية والقيادة الإسرائيلية أنها تقاتل على 6 أو 7 جبهات، وهي تقصد هنا إيران ولبنان والعراق وسوريا واليمن والضفة الغربية وقطاع غزة، هناك في اليمين الإسرائيلي من يصر أن المواطنين العرب في إسرائيل هم جبهة سابعة، هم جبهة إضافية. ولذلك أعتقد أن هناك من في الشرطة ربما حاول توخي الحذر والتريث قبل التأكد نهائيا من هوية المنفذ ودوافعه، أن يعني يمنع فتح باب التحريض في اللحظات الأولى، ولكنني وفق كل الإشارات إن تأكد أن المنفذ بالفعل من مدينة قلنسوة. فيعني هذه تأكيدات إسرائيلية على فكرة أنه من مدينة قلنسوة، يعني من مدينة قلنسوة، يعني هو مواطن إسرائيلي، مواطن عربي، مواطن من حملة الجنسية الإسرائيلية. وهناك من يقول في اليمين الإسرائيلي أن يعتبر العرب في إسرائيل أنهم طابور خامس، وأن انتمائهم وولائهم هي لهويتهم القومية، أي لهويتهم الفلسطينية وليس لمواطنتهم الإسرائيلية.